محمد، شرفتنا وأنستنا في الاستوديو. يسعدك. في عندنا لوحين على التراك. تمام. في عليهم سؤال. لازم توصل عند اللوح، توقف سيارة، تنزل، تقرأ السؤال وترد عليه، تكتبه، وبعدين ترجع تاني، تشغل السيارة وتمشي. ما عرفتش الجواب. مشكلة. أكتب لا أعرف. ثانية. تكتب لا تعرف تأخذ ثانية عليها. باخذ عليه بنالتي. يس. نعم. حلو. بتخلص ومنطقة ثانية كمان على التراك هتلاقي طاولة في عليها كوبايات أو كاسات. هتفك الكاسات هذول تعمل بيها هرم. حلو، بس تخلص الهرم هذا ترجع تاني تقفلها. إذا ما عرفت إنك أنت تعمل الهرم هتأخذ عليها بنالتي، ولكن لازم تعمل الهرم، ما في مجال. تمام. وترجع تاني تجمعهم مع بعض زي ما كانوا. وأكيد طبعا هذه التجربة هتصير على متن هذه السوبارو ال WRX موديل 2019 All Wheel Drive 268 حصان حوالي 350 نيوتن متر، يعني في تورك، في هورس باور، في سرعة. تمام، ريدي. ما هو لون سيارة محمد فيسير الأصيلة؟ زهري. شايفك على الكوبايات، شايفك تنتين تنتين. أربعة بدك تكمل خمسة تحت، يمكن ما بعرف انت حر. لا خير، ظبطت. واحد اثنين. ايوه رجعهم زي ما كانوا. لا خير، ظبطت. لا لا ايوه ايوه البورد الثاني. انا ما بعرف البورد الثاني هون في الزاويه هاي. وين يا عارف الزاويه هاي؟ هذا لا الزاويه هذيك. ما هو وزن محمد تيسير؟ 137. ايش هذا؟ 96. ما شاء الله 96. فينيشر. One, go. حلو. لا ننسى انه هنا في ايش؟ هنا في الهادي الاولى. اوكي؟ ايوه. غشاش شاف، عارف يا فين، عارف يا فين. ما هي اول سيارة شارك بها سلطان في السيارات؟ لا اعرف. هذه ثانية. لا وقفت غلط انت. مش انا. همشي السيارة. خليه هو ايش يحاول يلحقنا بالسيارة. حزامك ستوب. حزامك لصانك. جميل جدا. ستوب. ايوه ستوب. ايوه انا عايش عندهم بالبيت، حاطين لي شو اسم ابنه، نعتبره حميدي.
اقسم بالله. برافو عليك، جود جوب، عملت وقت رائع. يعني خلصنا؟ لا لسه 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 لسه، بس اعمل بيدك هيك اول. مش هعمل لسه، لا لا اعمل اول، اعمل كده. انت دقيقتين 16:55 وفي سؤالين ما عرفتهم، تمام، فبالتالي طلعت دقيقتين 18:55. ماشي. انا وقتي كان 3:02 شوية تفكة كده، زاد ان انا غلطت في سؤال واحد ما عرفت اجيبه. انت ما غلطت في السؤال، انت غلطت بكارثة. انت غلطت بكارثة، هذا اهم من السبب. انت عايش في النادي؟ انا عامل دايت منزل 20 كيلو عشان تيجي تحكي لي وزنك 96 بتزيدني 18 كيلو يا مفتري. انا تخيلت 18 كيلو عضل هذا. وينه؟ كده ما وينه بالضبط ابدا. يعني اسالني كم وزنك. كم وزني؟ انت كم وزنك؟ انت كم وزنك؟ لا انت انا انت قول مين انت قول كم وزنك؟ انا كم وزني؟ انت انا 83 84. ما تحكي ما تحكي، انا يعني اخمن انت قديش. انت بالايتيز يعني باول الايتيز لنص الايتيز مزبوط. فيعني 96 من وين جبت؟ انا قلت عشان عضل. بعدين انت تركت السياره تمشي وخليتني الحقك، او انا عم بحط في الكاسات، قلت لي مش هيك، خليتني ارجع اعيد كمان مره، شككتني في نفسي وانا عم بلف في الكوع بحكي لي مش هذا البورد، البورد اللي بعده يا رجل. فعن جد حلو، ثانك يو كثير واشكرك محمد، شرفتنا. خليل اياك والله يوفقك يا رب. ثانك يو كثير، شكرا لكل ام بي سي، انا كثير مبسوط. ثانك يو كثير.